النهارده قام دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بزياره للمدن الجامعيه بجامعات القاهره، عين شمس، حلوان للاطمئنان على المصريين العائدين من الخارج والتاكد من توفير كافه سبل الراحه والرعايه الكامله ليهم وتقديم كافه الخدمات الطبيه والوقائيه في اماكن اقامتهم بالمدن الجامعيه. الوزير اطمأن على سير عمليات التعقيم المستمرة بالمباني المختلفة واتأكد من توفير طبعا كمامات وقفازات للوجه والأيدي وكل أدوات الوقاية الشخصية، ده كان طبعا بالإضافة إلى التأكد من جاهزية العيادات الطبية للعمل على مدار 24 ساعة يوميا وبشكل مستمر عشان سرعة التعامل مع أي حالات مرضية طارئة، وكمان تزويد المدينة الجامعية بالأدوية اللي ممكن يحتاجوها في أي وقت وتشغيل الكافيتريات بكامل طاقتها وتوفير كميات كافية من المأكولات والمشروبات مع جودة أعمال الصيانة، صيانة المرافق والتجديد على وجود عمال الصيانة والأمن على مدار 24 ساعة وتحقيق أكبر قدر من النظافة داخل المدن الجامعية. كمان النهاردة ابتدى يكون في تركيب شاشات تلفزيون وأطباق دش بغرف المدينة الجامعية في جامعة القاهرة وطبعا المخصصة للعزل الاحتياطي للمصريين العائدين من الخارج. يعني بشكل مباشر الدولة اللي هي مصر بلدنا بتحاول بكل طاقتها انها توفر سبل الراحه والمعيشه لاهلنا اللي راجعين من الخارج وفي اماكن ما كانتش مجهزه ولا مستعده لاستقبال حدث طارئ زي اللي بنعيشه، مش في مصر بس، لا ده في العالم كله. خلونا نعرف تفاصيل اكتر خاصه في جامعه القاهره وجاهزيه يعني المدينه الجامعيه في جامعة القاهرة لاستقبال العائدين من الخارج مع دكتور محمود عالم الدين المتحدث باسم جامعة القاهرة. يا دكتور محمود تحياتي لحضرتك في البداية. دكتور محمود معايا؟ طيب لحين أن يتم تجهيز الاتصال مرة تانية مع دكتور محمود عالم الدين. زي ما قلت لحضراتكم يمكن الأماكن دي أو المدن الجامعية كان في بعض المباني فيها جوه المدينة ما كانتش على الاستعداد لاستقبال كل هذه الأحداث الاستثنائية اللي بتمر بيها مصر وبيمر بيها العالم كله، وتم تجهيزها وتم تأهيلها بشكل كبير عشان نعبر سويا يعني كل هذه الأزمات اللي بتمر بيها مصر في استقبال ولادها العائدين اللي الدولة قررت أكتر من مرة اللي احنا مش هنسيبكم حتى لو كانت الظروف صعبة، وده اللي بيحصل في الجامعات المختلفة. طيب خلونا نستقبل من جديد دكتور محمود عالم الدين المتحدث باسم جامعة القاهرة. يا دكتور محمود تحياتي لحضرتك من جديد. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا دكتور. يعني محتاجة أعرف من حضرتك يعني أهم الاستعدادات اللي اتخذتها جامعة القاهرة لاستقبال العائدين من الخارج في المدن الجامعية. تفضل. خلال الأسابيع الماضية تم يعني إعادة تأهيل المدن الجامعية بجامعة القاهرة وخاصة مدينة الطلاب بالجيزة لكي تكون صالحة كمكان للعزل الاحتياطي أو المؤقت للإخوة المصريين العائدين من الخارج، وأي حالات بعد كده تكون تحتاج إلى عزل احتياطي أو مؤقت. تم تجهيز الغرف، الحمامات، إعادة يعني تأهيل أشياء كثيرة جدا. برضو يعني كان هناك دور مهم ومتميز للقوات المسلحة في دعمنا لأداء هذه الأشياء وفي إعادة التأهيل أيضا. خلال اليومين الماضيين جامعة القاهرة استقبلت 7 أفواج من العائدين من الكويت بالتحديد، عددهم وصل حوالي 1300. كل شخص وصل كان هناك مكان محدد لإقامته، غرفة عليها الاسم الخاص به، غرفة مؤهلة مجهزة، يعني كافيتريات، وجبات جافة بتوظف يعني ترسل إليهم في الغرف، هناك يعني رعاية طبية على مدار 24 ساعة وأطباء مقيمين وإجراءات وقائية واحترازية بتقابلهم منذ الدخول من خلال عملية تعقيم
للحقائب التي يحملونها وتزويدهم بالأقنعة والجوانتيات الضرورية ورعاية لهم طوال فترة إقامتهم اللي هتمتد أسبوعين إن شاء الله. وبلغ حضرتك برضو أنه النهاردة تم تركيب يعني أجهزة تلفزيون شاشات كبيرة مرتبطة بالأقمار الصناعية لكي تكون وسيلتهم في الحصول على المعلومات والترفيه. أيضا رئيس الجامعة الدكتور محمد الخشت حريص على استقبال الإخوة العائدين بنفسه، والليلة نستعد للوصول 4 أفواج جديدة إن شاء الله مساء اليوم. طيب، التنسيق ما بين جامعة القاهرة ووزارة الصحة وكذلك الجهات المختلفة لسبل الراحة للمصريين العائدين من الخارج يا دكتور؟ طبعا في تنسيق كامل بين جامعة القاهرة ومجلس الوزراء ووزارة الصحة ووزارة التعليم العالي وكل الجهات ذات العلاقة اللي بتقدم خدمات للمصريين، وجامعة القاهرة بتقوم بهذا الدور انطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية ودورها الوطني، يعني بتحشد كل إمكانياتها لاستقبال إخواتنا العائدين من الخارج واللي كان ظروفهم قد اضطرتهم إلى التواجد هذه الفترة. دكتور محمود عالم الدين المتحدث باسم جامعة القاهرة، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات.